السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل إن شاء الله في هذا الفيديو لا فورماسيون ديالنا في الاوتوماتيزم عند الصغير. إن شاء الله هاد المرة غنشوفو يعني أن انتجريو شي سي بي يو، نشوفو شنو كيوقع في السي بي يو، غنشوفو إن شاء الله ستركتور اللي كياخد البروغرام وسم لا بي اي، ونشوفو لي ديفيرون بلوك إن شاء الله، ونحاولو اتاكيو لي لونغاج بروغراماسيون نهضرو عليهم شوية بشوية. لا فيديو اللي غتجي المرة أخرى إن شاء الله غيكون فيها يعني هادشي اللي غنشوفو كامل، غنديرو لي براتيك ديالو بالسيميلاسيون إن شاء الله. الوغ البرانسيب دو فونكسيونمون ديال لابي اي، كيفاش هاد لابي اي كتخدم؟ كيف ما فات لينا شفنا بين السي بي يو، كتاخد لي طال اللي عندها ديال على برا وكتريطيها من الداخل وكتخرج لنا السورتي. الوغ يعني كيكون سيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيكون وسط من السي بي يو، دابا حنا كندوي وسط من السي بي يو شنو كيوقع. Alors, un système d'exploitation qui compte transmis de l'état des entrées dans la MIE, mémoire interne des entrées, qui fait qu'un chiffonnier, donc les entrées là-dedans, d'où le module d'entrée, il y a par le SM32 ou le SM8 ou le SM16, il y a des entrées, qui n'ont pas de l'entrée entrée qui est dans le MIE, exemple, maintenant, il y a le bouton pour soir marche, exemple, nous allons mettre le E0.0, dès que le MIE, il y a le E0.0. الو من بعد كيكون دي بي ديال لوبي 1، كيكون بروغرام سيكليك ديال لابي اي، كيبقى كيبدا ليكزيكسيون ديال البروغرام كيف ما شفنا وكيف ما غنشوفو مزيان يعني بالديتاي دابا في الباج اللي غتجي من بعد. كيتيكزيكوت انا واحد البلوك كيتسمى لوبي 1، بعدا نشوفو شنو هو لوبي 1، ومن بعد كيدير لابيل لي بلوك الاخرين اف بي والاف سي والدي بي. من بعد غنشوفو ان شاء الله في الباج الجايه شنو هو الاف بي، شنو هو الاف سي، شنو هو الدي بي. هذا هو لوبجيكتيف ديال الفورماسيون هادي ان شاء الله في هذا اليوم. Alors, il combine les entrées et transmet les résultats dans la MES, mémoire interne des sorties. Qui compte la fin de l'OB, qui doit se transmettre, qui traite l'entrée, qui traite, qui traite la sortie. Là, exemple, maintenant, il y a deux entrées en série ou carte, on a sorti, il y a trois en sortie, en série ou carte, il y a une tête de Hadou, qui traite le programme, il y a une tête de ça, ou qui traite la sortie. اللي هي كنا كتكابلها في السورتي دو موديل، لي موديل دو سورتي. يلا بخلاصه بان السي بي يو شنو كدير؟ كتقرا لي زونطري كتريتيهم باش كتشوف انت كيفاش باغي تريتي داك التريتمون هذا. السي بي يو شنو كدير؟ كتريتي البروغرام اللي حنا كرينا باش كدير لي كومبينيزون لي بوسيبل وكتخرجهم لك في السورتي اللي انت باغي تخرجهم. وهاد دوز ايتاب هادو ديال الترونسمي ديال الام اي او مع الام اي اس كيديرهم سيستم ديكسبلوطاسيون، يعني هو يعني السي بي هو اللي كيتكلف بهم. ومن بعد كيبقى يتعاود لنا البوكل، حيت كيف ما قلنا حيت هو بروغرام سيكليك غيبقى يتعاود. بحال قلنا في لونغار سي هو البوكل واي، يعني ديما السي بي اي ما كديرش واحد البوكل وحده تقرا لي زونطري تريتيهم تخرجهم وتوقف، لا كتريتي يعني ديما سيكليك، ديما البروغرام معاود، ديما بروغرام معاود. وقيت ما جات شي اونطري كتشوف شنو غدير وغتخرج. الو ليكزيكوسيون سيكليك دان بروغرام او بي ان، لو بروغرام اي ايكري دون ديفيرون موديل، شاك موديل تريترا اون فونكسيون دو لوتوماتيزم. يعني هاد لي موديل هادو هما اللي غنشوفهم من بعد، غنعطيهم واحد السميات. الو اكزومبل مثلا حنا كنبروغراميو هنا كنلقاو بزاف دي تيب ديال ستركتور دو بروغرام، حتى هي ان شاء الله غنطريطيها في هاد السيونس هادي. الوغ اكزومبل هنا عندي مثلا اف سي 10، واحد الموديول بروغرامابل سميناه اف سي 10 اللي هو من بعد غنبقاو نسميهم دي بلوك. هاد الاف سي 10 مثلا درناه هو جيستيون دو لا طابل تور، واحد اخر خديناه هو اف سي 15 سميناه دي بيلور دو باليت، وكنبقاو هكا. يعني كل موديول كنعطيوه ولا مثلا واحد الاف بي 10 نسميوها مثلا هي جيستيون دو طابل تورنونت، ولا مثلا واحد الاف سي 20 جيستيون دون طابل اليفاتريز، ولا المود اوتوماتيك والمود مانويال. يعني هاد لي بلوك هادو حنا كنعطيوهم السميات، وميم طون يعني كنشوفو بانه كنعطيوهم واحد الرقم اللي كيديستونو. وبالنسبه لواحد لي ماركه لي بلوك الرقم كيعني شي حاجه، يعني الرقم اللي فيكس. الوغ كيما شفنا قبيله بان يعني نزيد نطويو ديك الكورب اللي شفنا قبيله ديال البروغرام سيكليك. الوغ هنا لابي اي كاني اون رين، يعني شعلنا لابي اي ديالنا، كدار كتقرا الام اي او لكتور دي تا دي كارت اونتري رونجمون دو لا ميموار ايماج او، يعني كتكري لنا الام اي او. الوغ
كي تيكزيكوتا البروغرام يعني بحال هذا هو البروغرام اوتيزاتور اللي حنا درنا يعني درنا لابيل اف سي 10 الاف سي 11 اف سي اف بي 100 الاف سي 15 من بعد كاملين ودرنا وكوموندينا هاد الاو 1.5 باش عطيتنا هاد السورتي هادي ا 32.5 يعني يعني البروغرام او بي 1 هنا خدا دي زابيل وهنا خدا واحد البروغرام ديريكت من بعد الوغ لي واد الاف سي 10 كيف ما شنو هو هذا من بروغرام لونغار ليست والاف بي 100 هو هذا من بعد غيعطينا الام اي اس تخرجت لنا الام اس الام اس هنا اكزيكيتور بحال هاد السورتي هادي راه داخله هنايا هاد لونتري هادي راه داخله هنا من بعد قلنا سيكليك غيبقى يتعاود البروغرام هنا واحد القضيه بغيت نشير ليها هنايا ما كاين ماشي بحال لونغار سيليمت اكزيكوتات هادي هنا غيوقف البروغرام هنا لا هادشي كامل كيتخدم بريسك باراليلمون ما اكزيكوتات شي طاب فهادي هذا بوحدو اللي ما خدامش هادو غيخدمو هذا غيخدمو هذا غيخدم الا في حالك كنتي مخدم شي او بي اللي كيديتكتي شي تيب د الارم هنا اللي كيقدر يوقف لك يعني كيولا كيكون شي انتيريبسيون بلا انتيريبسيون بلا والو بروغرام هكا هادي كتخدم بوحدها هادي بوحدها سوف الا كنتي مدير هنايا وسط ما بين كان واحد شي فيغياج ما بين هاد الوسط البلوك وهاد الوسط البلوك اكزومبل كان مثلا هاد او 3.3 داخله لنا حتى هنا اه هي داخله حتى هنا كوم اونتري نفترض ناخذ السورتي هادي ام 10.1.5 هي التانية فهاد لوك هذا اللي كيكونوا عندنا لي فيغياج ما كانوا دي فيغياج ما يعني حسب البروغرام كيفاش غيتحط الوغ هي او سي دي بروغرام كي نو سون با سيكليك اي كي انتربون لو بي ان هما اللي دوينا عليهم يعني كيكون دي بلوك اللي كيوقفوا لنا ليكزيكيسيون ديال الاوب بي ان سو سون دي بلوك دورغانيزاسيون سبيسيفيك اللي كيكونوا دي بلوك دالارم اوب بي ان دالارم ولا اوب بي ان دورلوج او رياكسيون او زيرور يعني لي بلوك لي زوبي لو بلوك دورغانيزاسيون اللي كيكونوا سبيسيفيك بور لي ان تيل ايرور لي بلوك دو كود الو شنو هما لي بلوك دو كود لي بلوك دو كود نقدروا نقولوا بانهم لا باز ديال البروغراماسيون ما يمكنش ان اوتومات سورتو في سيما داك كندوي في سيمنز تيكزيكوتي واحد البروغرام الا ما كانش عندها لي بلوك دو كود سورتو واحد البلوك اللي هو بالنسبه ليها هو الدماغ هو القلب النابض ديال هاد الاوتومات اللي هو او بي بلوك دورغانيزاسيون او بي ان الاوتومات فاش كتشعل الشعله الاولى كتيكزيكوتي الاو بي ان ما كانش فيها الاو بي ان اللي جاك تبروغرامي 1000 اف بي و1000 اف سي ما عمرو ما يخدموا لك ما عمرو ما يخدموا ما عمرو ما تيكزيكوتي البروغرام علاش البروغرام سيكليك راه كيتيكزيكوتا وسط الاو بي ان والاو بي ان هو اللي كيتحكم لنا في هادشي كامل الو باش نديطيوها مزيان هنايا في ليماج اللي كندير نايم الاولين هادو بالنسبه للتيا بورتال كنعطيهم لهاد لي كولور هادو يعني تنورماليزي فيها لي كولور بالنسبه للستيب 7 لا كنديو غير السميه او بي او اف سي يعني كاملين ما ملونينش الو سيستم ديكسبلوطاسيون كيتيكزيكوتينا الاو بي ان هاد الاو بي ان فيه لو سيكل لو طون دو سيكل والبروغرام سيكليك كلشي كيتحط فيه فيه لي تمبوريزور فيه لي بروسيس فيه لي ديفو هناك لي ديفو كتحطو فيه لي زوبي لي زوبي دي زير دي غير لو بي دورلوج لو بي دالارم من بعد كيكون لابيل لابيل سوا لي اف سي لي هما لي فونكسيون ولا لابيل فوا لي اف بي لي كيكونوا لي بلوك فونكسيونيل و كيكون او ميم طون لابيل لي دي بي لي باز دوني داتا بلوك وهادو كيكون لي فيغيير بيناتهم بحال اف سي اللي بغينا نليو ان داتا بلوك الاف بي ديجا كيمشي مع داتا بلوك ديالو حيت هما من بعد نشوفوا علاش كيمشي فيه الداتا بلوك نقدر ندير لابيل اف سي ندير وصلنا واحد لابيل اف بي ونقدر ندير لابيل اف بي وصلنا ندير لها اف سي يعني كيكون يعني فيزي يعني نقدر نخدم هكا وهكا ماشي مشكل ولكن الاو بي ان هو اللي كيدير لي لابيل هادشي كامل هو اللي شفنا قبيله هنايا في هاد ليماج هادي هو هذا الاو بي ان ودرنا فيه الكال اف سي 10 والكال اف سي 11 والكال اف بي 100 الو شنو هو البلوك دورغانيزاسيون اللي هو اللي كنشوف ليماج هنايا لي بلوك دورغانيزاسيون اللي هما او بي ان تال او بي 225 ديتيرمينو لا ستركتور دان بروغرام اوتيزاتور ستركتور هنا كنشوف ديال البلوك كاين بزاف هنا عندنا تروا ستركتور اللي غنشوفو ان شاء الله بالنسبه للستيب 7 لي او بي سون ديريكتومون ابلي بار لو سيستيم ديكسبلوطاسيون دو لا سي بي يو اون رياكسيون دان ايفينمون à condition toutefois de l'avoir programmé et inséré dans l'automate. Comme je vous les OB, une fois qu'il y a le CPU qui donne l'appel au moment. Comme je vous l'ai dit, il y a un RAN l'automate,
درت لابيل دو بي ان صرت يكون بروغرامي لابي ان، ما كانش بروغرامي لو بي ان راه بروغرام ما غيديرش لابيل ديالك لو بي ان اوتوماتيكمون، ما غيكزيكوتيكش لي زوتر بلوك. Il contient en général peu d'instructions, essentiellement des appels de blocs. RLABM est un programme sur le OB1 qui a fait les appels du FC ou le FB. Ou le FC ou le FB qui a fait le programme qui a fait la gestion. Qui a fait l'organisation. Ou le FC qui a fait un programme. Les petits programmes, RLABM qui a fait le programme sur le OB1 qui a fait le FC ou le FB. Ou le FC ou le FB qui a fait le programme bien équipé. Une utilisation parfaite des mémoires ou des programmes liés à la création des Sahel, qui déroule l'introduction des autres blocs ou qui déroule la gestion de l'appel des lions OB1. Alors, bloc d'organisation, les gens qui font les lions fixes, maintenant, qui font le OB1, qui est un programme ou qui est des blocs de. سمحوا لي دي بلوك دورغانيزاسيون اللي كيديروا لنا الانتربسيون ديال لوب بي ان، اللي هو مثلا اكزومبل عندنا نشوفوا كل واحد فيهم شنو كيعني. عندنا مثلا البلوك او بي ان لور ديكزيكسيون نورمال دو بروغرام لو تريتمون سو فون دو فاسون سيكليك، ليكزيكسيون دو بروغرام كونتوني دون لوب بي ان اي ديماري اون فوا بار سيكل كون اي ديفيني اي ريكومونس، يعني كيتقرا كيسالي القرايه كيعاود يرجع يقرا كيسالي كيف ما شفنا كيدير الام ام اي او كتريتيهم كيخرجهم كيعاود يرجع يقرا الام اي او كتريتيهم كيخرجهم. اون بو سو سيرفير دو بي ان بور ابلي لي بلوك دو تيب اف سي اف بي. دونك كنلقاو لو بي ان لو بي 100 لو بي 100 لو بي 100 لا سي بي فيكت لا ميز اون روت ابري لا ميز سو تونسيون، هو اول بلوك اكزيكوتا قبل من لو بي ان. لوسلو كومبيتاتور دو مود فونكسيونمون اي كومبيتاتيف ستوب اوران à la demande d'une fonction de documentation, par exemple, un menu depuis le PG au PC, un sub qui dérive l'appel dialogue, un taquet le bon. Ou qui compte les objets, les déclenchements de l'alarme, maintenant les alarmes horaires qui t'attendent à ma vie, OBD, c'est l'OBD7, ou à nous, la sub CPU, ou à ce qu'elle supporte, ou à la CPU, qui induise les propriétés de la CPU, quand je trouve que les blocs OBD qui peuvent supporter les alarmes temporisées, l'OB20 et l'OB23. Les alarmes d'horloge, OB30 à OB38. Les alarmes de process, OB40 à OB47. Alors, quel est le B80? Oui, qui est exécuté en dépassement de temps de cycle. Erreur d'alimentation, OB81. Pile de sauvegarde manquant, de tension insuffisante. Défaillance de l'alimentation 24 dans la châssis de base ou d'extension. Les blocs d'organisation de l'alarme. Quel survient ou l'état d'y alarme diagnostique, OB82 pour module avec fonction de diagnostic. Et une fois que quand les modules et 7200, on a fait l'outil de diagnostic. Il devrait être exécuté à notre canal, le vrai alarme du module, chez nous, défaut de l'obdopte, on exécute à l'OB82 programmé. Alarme de brochage et enfichage, OB82. Il faut que tu sois activé, tu as le module, il y a l'état de l'OH, enfiché ou l'enfiché. Parfois, quand on subit dans les modules, que les PI, on peut prendre l'API. Hadek, on a besoin d'un modèle tel, numéro, on a besoin d'un fichier, on a besoin d'une place, on a besoin d'un mauvais contact, on a besoin d'une liaison de l'IA, mais CPU. Erreur matérielle, CPU, l'IA OB84. Interface de la CPU, raison PA, l'Albusca. Erreur d'exécution de programme OB45. Erreur d'accès à un bloc, erreur d'accès en mémoire, défaillance de profil OB86, erreur de communication OB87, OB127, l'erreur de programmation, erreur d'accès à la périphérique municipale DB, désuelle communication Profibus, l'équipe décentralisée, OB122. Alors, je n'ai pas le FB ou le FC, qui vient de l'OB. ولا الاو بي كيدير ان ابيل اف بي والاف سي. شنو هو الاف بي وشنو هو الاف سي؟ شنو الفرق بيناتهم؟ بالنسبه للتيا الاف بي عنده هذا اللوغو هذا، بالنسبه للفونكسيون عنده هذا اللوغو. الاف بي هما لي بلوك فونكسيونيل اللي هما انهم كيلاش لاحظتوا قبل كنلصقوهم للدي بي، يعني اوتوماتيكمون كيتلياو للدي بي، يعني عندهم لا نوسيون ميموار، يعني فيهم ميموار داتا بلوك. والاف سي هما لي فونكسيون سون ميموار. Ce sont les fonctions écrites en liste contact ou logogramme SQL
a dominé le langage de programmation, mais comme programme le FC, le FB ou le OB. Ils peuvent en recevoir des paramètres d'entrée ou de sortie, programmable. On peut déclarer des variables locales, temporaires. Il y a des variables locales, qui comptent bien le FC ou le FB. Les blocs FB peuvent contenir des variables statiques qui sauvegardent dans DB d'instance. Les DB d'instance ou DLO, ou DB qui connaît ce qu'il fait. Alors, les FBFC s'adaptent particulièrement bien à la programmation de fonctions récurrentes. Alors, je vais le SFC, fonction système, ou le SFB, bloc fonction du système. هادو كتعطيهم لنا سيمنز كتعطيهم لنا ديجا بروغرام موجودهم لنا سيمنز كنلقاوهم بزاف هما اللي غنشوفو ان شاء الله. الو نوت بيان لي اف بي اس اف سي سون دي بلوك بيت تو بريني كيما قلت لكم ديجا كتعطيهم لنا سيمنز اي سون انتيغرا لا سي بي اس 7. كاين شي ناس نسولني بينا اس اف سي واش كاينه في الطيه؟ ايه راه كاينه في الطيه، راه كتلقاوها في الطيه، غير السميات مختلفين. بالنسبة للستيب سيت كتلقى ال اف سي 15، ال اس اف سي 15، ال اس اف سي بالارقام. بالنسبة للطيار لا كتلقاهم ديريكت بلوك مكتوب تيتر ديالو، يعني مسهلين شوية في الريسيرش. ني بوفون اتر بروغرامي باغ جو، هادو ما كيقدروش موديفيو بروغرام اللي وصل منهم. بحال قلت مثلا جيتي واحد ال اس اف بي ديال ريغولاسيون بي اي دي، تقدر انك تاخدو تيوتيليزيكم باش دير ريغولاسيون ديك بي اي دي، ولكن ما تقدرش تعاود تكريه. علاش ديجا لي تكنيسيان سيمنز هما اللي كان ديجا مصاوبين لك داكشي. لي زيكزومبل ديال اس اف سي هما مثلا اس اف سي 20 اللي هو البلاك موف. هاد البلاك موف هو كيدير لنا لي كوبي ديال لي زون دو ميموار. كاين الفايل في الاس اف سي 21 اللي هو الانيسياليزيون ديال ان شون، يعني كان انيسياليزيو ان شون كنردو لي طاب باغ ديفو ديالو، ولا لي طاب باغ ديفو دوموندي باغ لوتيليزاتور اللي هي بروغرامي. SFC 22 le create DB création d'un bloc de données, EBL K move copie une variable sans interruption, SFC 43 l'Ewal RE trigger rièrement d'un chien de garde, SFC 101 RTM gestion d'un compteur d'ordre en fonctionnement. SFC 64 Time Task اللي هو لوكتور دو طون دو سيستيم. هاد SFC 101 و 102 لعقل 103 بزاف ناس كيعتبروا كيسولوا عليهم. كاين اللي كيدير يبغي يدير لا جيستيون دو لا مانتونس باغ لا بي ان، لا بي تبقى تحسب لك لا دوغي ديال باش انك تغيير اونكلونشي كي ديزالارم ديكلونشي كي ديزالارم تومبوريغ باش انك تيكزيكوتي دي بريفونتيف ديالك، يعني هي تحسب لك لي زور دو فونكسيونمون. اكزومبل عندك دي رولمون ديال ان موتور كتبدلهم كل 20000 اور دو فونكسيونمون. الوغ كاين دي بلوك اس اف سي كتليهم لهاد الموتور هذا، كيبداو يحسبوك لي زور دو فونكسيونمون. اون فوا كتوصل كدير ان كومباراتور، اون فوا كتوصل مثلا لو طون اللي عندك ديال لا دوغي دو في دو رولمون كتعطيك واحد لاغ باش انك انت دير البريفونتيف ديالك قبل ما يوقع لك الديكا ديالك. وبالنسبه لاس اف بي لي بلوك فونكسيون عندنا الاي بي كونفيغ بالنسبه اللي كيعطيك دير انا الكونفيغوراسيون ادريس اي بي، يعني البروغرام بقى يديرها راسو. SFB 43 ولا كيكون اللي هي الاف بي 43 البولسين هو الفورماسيون دي زامبولسيون بالنسبه لا كوموند ديال لي سيرفو درايف. اس اف بي 42 والاف بي 42 كونتيان اس اللي هما لي كونتور رابيد ديال ريغولاسيون دو اشانتيون. اس 46 اللي هو ديجيتال بوزيسيون دو بار سورتي تور، اس ديال لي كونتور كوموند دان كونتور. الوغ كيف ما كنا شفنا بانه السي بي يو ديالنا كيكون كيدير لا تريتمون ديال انستركسيون ديال لوب بي 100، من بعد كيجي لوب بي 10 لوب بي 17 لوب بي 30 بالنسبه لي زالارم. و سميتو كنديرو لي زابيل ديال اف بي. هنا من هنا غنخرجو واحد لا ستركتور. هاد لا ستركتور هي هاد اللي كنشوفو قدامنا، اللي هو هاد لا ايماج شفناها قبيله ديال الطيه. هنا لي سيكل، هنا لوب بي 1 كيدير لابيل. هنا الحاجه اللي غنردو لها البال هي بانه في لي زابيل هنا الاف بي هو عنده لانستونس ديالو، عنده هاد دي بي اخر اللي هي هنا الاف سي ما عندهاش دي بي انستونس. الوغ عندها دي بي هذا اللي كنكريو حنايا، يعني في اف بي اون فوا كنكري اف بي اوتوماتيك ممكن تكري لي دي بي معاه.
وصل ان اس اف سي راني نقدر ندير لابيل اس اف بي، وصل اف بي راني نقدر ندير لابيل اس اف سي. هنايا فات لي شي دراري سولوني انه يعني كيفاش كيديروا كي بارفو كيديروا لابيل اس اف سي وصل اف بي كيعطيهم دي زيرور. نقول لهم ما كيوقعوش لي زيرور، الا وقع لي زيرور رد البال للبروغراماسيون ديال الاس اف سي، راه عندك غلط في شي حاجه في البروغراماسيون ديال الاس اف سي في حد ذاتها ولا الاس اف بي. بالنسبه للابيل ما عندهم حتى مشكل، يعني لابيل كيدار يا سوا الاف بي طلب فيها الاف اس اف بي ولا طلب فيها الاس اف سي، ماشي مشكل. نفس القضيه الاف الاس الاف سي تقدر تطلب فيها الاس اف بي وتقدر تطلب فيها الاس اف سي. حاجه ترد لنا البال هنا البروفوندور، البروفوندور هو هذا يعني شحال من نيفو نقدر نزيد نتعمق نهبط. هذا اللي بغيتي تقراو بحال شي بير، حنا غادي حنا كنزيدو نتعمقو كتزيد الظلام فواحد النيفو ما غيبقى يبان لنا والو، يعني السي بي يو ما غتبقى تبان، ما تقدرش تيكزيكوتي واحد البروغرام هنايا. هاد البروفوندور كيتغير من سي بي يو لسي بي يو. اكزومبل بالنسبه للاسا 300 كتوصل ما بين 8 حتى 16، 16 هو الكبير يعني تقدر نوصل حتى 16 نيفو. بالنسبه للترو السي بي يو 318 هو اللي كيوصلو سون لا سي بي يو بار كلاس دو بروي 2 ا 4 نيفو سوبليمونتير بار لو بي دو. كاين اللي كيقدر يوصل يزيد واحد دو نيفو اخرين حتى لاربعه، يعني وصل حتى لعشرين بالنسبه واحد لي بلوك دي غور قد يقراهم. بالنسبه للاس الاس 400 كيوصل حتى ل 24. هاد القضيه ديال البروفوندور بقات تردو منها البال بالنسبه اللي كيستعملوا لابين. الوغ ستركتور دو بروغرام، ستركتور دو بروغرام كما شفنا عندنا ثلاثه لي ستركتور. اولا عندنا لينير كتكون هكا، البروغرام كامل مكتوب لك وسط لوب بي ان، ما عندكش لي بلوك الاخرين. كدير بروغرام واحد هو اللي غنبقاو نديرو به لي سيميلاسيون. اغلبيه في لي سيميلاسيون ما كنبقاوش نكريو الاف بي والاف سي اللي ما كناش غنحتاجو لي ميموار ونحتاجو، علاش؟ باش ما كنضيعوش الوقت فيهم حتى غير هادي غير فورماسيون، ولكن في لي بروغراماسيون ريال كنحتاجوهم. عندنا سيغمونتي، سيغمونتي هي هادي الاوبيو كنديرو لابيل ديال الاف سي ولا الاف بي بالنسبه لي انستركسيون بور لي ديفيرون فونكسيون كونتينيو دون ديفيرون بلوك او بي ان. ابيل دو بلوك لا ابري لي زوتر، كيبقى يطلبو واحد مورا واحد. بروغراماسيون ستركتوري وهذه هي اللي بزاف وفي الميليو اندستريال هي اللي كتستعمل بزاف، يعني ما كنقولش ما كتستعملش غير بوحدها، هادو كاملين غتلقاهم في ان سول بروغرام تقدر تلقى هادشي كامل. لي فونكسيون ريوتيليزابل سون بروغرامي دون لي ديفيرون بلوك لو بي ان ابيل سي بلوك ترانسمي لي دوني اوتيل ليكزيكيسيون دو بروغرام. الوغ فاش كنبغيو نانسيغيو شي بلوك بالنسبة لستيب سات، الوغ كنحلو ستيب سات كنكريو بروغرام. هنا أنا بالنسبة ليكزومبل لي أنا عندي قدامي هنايا، عندي واحد سي بي 315 دو بي ان دو دي بي، يعني فيه دو برو دو بور بروفينيت اي ان بور دي بي. كندخلو البلوك كنمشيو كليك دغوا وكنديرو انسيري ان اوبجي، كنختارو شنو بغيت، واش بلوك دورغانيزاسيون واش فونكسيون بلوك فونكسيون اف يعني او بي الاف بي ولا الاف ولا بلوك الدوني ولا واحد تيب دوني ولا تابل فاريابل. حنا لي بلوك لي شفنا هما بدو بثلاثة والدي بي هو هذا. اف بي ان هو مثلا اون فوا كدير كتختار، مثلا حنا اختارينا بلوك فونكسيونيل كتاخد هنا لي بارامتر ديالو، كتختار هنا لونغاج كرياسيون ديالو كتعطي واحد النون سامبوليك، هنا كومونتير كومونتير مثلا نفترضو انه كيعطيو في ان ديتاي باش السيد اللي غيجي يقرا بروغرام ياخذ واحد لي دي من ديبار البلوك شنو كيتريتي لنا. هنا لونغاج بروغراماسيون ديالو، هنا كيبقاو كوادات لي زانفورماسيون عليه. الوغ بالنسبة لي لونغاج دو بروغراماسيون كيف ما كنشوف ليماج قدامنا، كنمشيو لافي يعني بالنسبة للستات كنلقاو فاش كندخل لشي بروغرام كنكون بروغرامي، وكان فاش كندخل لافيشاج كنلقاو بان كيعطينا نبدلو. هذا هو لافونتاج ديال ستيب ست في اغلبية لي بروغرام، مكنقولش كلش ولكن اغلبية لي بروغرام الا كنت بروغرامي بالليست نقدر انا ما عارفش نقرا الليست، عارف كنعرف نقرا اللوك، كنمشي لافيشاج كنردو اللوك كيعاود يترونز دير لي ترادكسيون راسو كيدير ترادكسيون كيردو لنا اللوك. الو شنو هما هاد لي لونغاج هادو؟ الو ليكريتور دو بروغرام كونسيست ا كري اون ليست دانستركسيون بيرميتون ليكزيكوسيون دي اوبيراسيون نيسيسير او فونكسيونمون دو سيستيم. ايل اكزيست ديفيرون تيب دو لونغاج دو بروغراماسيون لي هما
شيم ان كونتاك الاولى اللي هو كنسميه هو اللادر هو الكونت ال دي لوجيغرام ليست دانستركسيون اللي هو ليست سيكونس هو الجراف سات ايتاب دو ترانزيسيون اللي هو يعني اللي هو اللي كنقولوا هو الجراف هو الجراف لا شوني في لافيشاج ما عنديش الجراف كاين دي سي بي ما كيقبلوش الجراف الا كاين دي ستيبسات اللي ما فيهمش الجراف يعني كيخصك تزيدو لهم ميم بحال اس كيو ال ما كيكونش عندك حتى كتزيد لي الفيشي ديالو كتعاود تانستالي اس كيو ال بوحدو La API traduit le langage de programmation en langage connaissible directement par le microprocesseur, le en langage C. Ce langage est propre à chaque constructeur. Il est lié au matériel mis en œuvre. Le langage qui est mis en place dans le CPU, les multi-axes, il y a une charte, il y a une charte, le langage qui est symbolique. Alors, quand il y a le cerveau drive, le variateur de vitesse, quand il y a beaucoup de régulation, StepSat professionnel contient tous ces langages. Mais qui ne connaissent pas en première installation qui connaît Camille, là, qui est un peu plus de la Rasna, il y a déjà des options qui sont utilisables et mixables dans le même programme. Il y a des mixables qui sont utilisables, il y a le départ de la page, il y a un programme qui est وندير الترادكسيون لكل وحدين يعني الا درتي غير كونترول 1 كتبدل راسها كونترول 2 كونترول 3 دو بلوس ستيب 7 كونتيان واحد لوبسيون اللي هي بيل سيم هاد لو ريسيفر اللي كيعطي انا نسيمي لي بروغرام ديالنا واللي غنبقاو نخدموا به ان شاء الله في لي فيرسيون اللي غنبقاو نديروا بهم لي سيميلاسيون الوغ لونغاج هو لونغاج شنو هو لونغاج الكونتاك لادر وشيما اكونتاك Une représentation graphique simple et très populaire. Il y a beaucoup de gens qui ont un langage qui est le l'automatisme, le langage ladder, les voix presque identique au langage électrique. Juste les boutons poussoir en série, quand on a une bobine de contact ladder, quand on a une sortie. Neuf, c'est une traduction directe électrique ladder. Auprès des automaticiens, ils rassemblent un peu au schéma électrique. Il existe trois types d'éléments de langage. Le contact NO ou la NF permettent de lire des valeurs d'une variable boolienne. Il est normalement ouvert ou normalement fermé. Les sorties, une sortie normalement fermée ou normalement ouvert ou la S ou la R. Cette recette. Le chronique de la lecture et de l'écriture. Les blocs fonctionnels qui permettent de réaliser des fonctions avancées. Qu'est-ce que je fais? كيف ما كنشوفوا هذا هو الشيما مت اكزومبل لواحد لونغاج لادر دو كونتاك الا بغينا نردوها شي ميل الكتريك هذا غنديرو بوطون بوسوار نورمالمون اونفير هذا غنديرو مثلا واحد الكونتاك نورمالمون فيرمي وغندخل ا سا دي بوين بغينا الا بغينا مثلا اونفون نديرو بوطون بوسوار 0.2 اللي هي هادي في البارتي الكتريك غندير انا ان كابل هذا كونتاك اوفير هذا كونتاك اوفير كاين فيكم اللي غيسولني علاش كونتاك اوفر حيت اوتوماتيكمون الا ما كانش داخل هذا هذا ما غيخدم الا كان داخل هذا ما هذا ما غيخدمش يعني تقدر ردوا البال ماشي كونتاك فيرمي انا راه كاني كونتاك فيرمي بالنسبه للفيزيك لا على حسب البوزوان ديالك درنا نديرو هاد ليكواسيون ديال هنايا غنلقاو بان 0.2 فوا 0.3 اللي هو بار ايكال ا 8.5 الوغ لونغاج ليس بالنسبه لليس كنلقاو هاد السامبوليزاسيون هادو لي الاو اللي هو الاي الاو هو الاو الاو ان هو اي با او ان هو اي او با او ان اللي هو اي با كتحل انستركسيون او ان يعني بارونتيز هو او با وكتحل انستركسيون ديالك او بارونتيز الاو بارونتيز هنا كتسد يعني ليكواسيون ديالك هنا الاكس اللي هو اللي هي الاو اكسكلوزيف هذا ليدونتيتي هذا الاي او اكسكلوزيف وكدير به يعني وكتحل البارونتيز باش كدير ليكواسيون ديالك نفس القليل الاف ان هو الفرون ديسوندون ديال ار ال جي والاف بي هو الفرون ديال الفرون مونطون و ايغال هو افيكتي الريزولتا الاس هو الميز ان والميز ا زيرو دو ميموار كنلقاو اكزومبل ديال هادو اللي شفنا قبيله نفس لي كول اللي شفنا اون لادر هي هادي او
ديال او 0.2 EN اللي هي تويا كانت عندها كونتاك فيرمي او 0.3 اللي ايغال ا 8.5 بالنسبه للوجيغرام. لوجيغرام حاولت نلخصو في هذا الطابلو هذا اللي هو هنايا هو هذا لوجيغرام هذا كيتش هذا الا تفكرتو مزيان كنا شفناه في البوليان في الكومبيناتوار هذا اس ايغال ا كتمشي هكا ديريكت اس ايغال ا بار هي هاد الزيرو اللي كتزاد هنايا ا فوا بي ا اس ايغال ا بلوس بي اتن هي يعني هنايا عندنا او عندنا او وهادي عندنا فوا اي يعني الا ما كانتش الا يعني خص تكون ا و بي عاد عندنا الاس هنا خص تكون يا سوا ا يا سوا بي يعني ا او بي نفس ليكواسيون اللي شفنا قبيله او 0.2 درناها اون سيري مع او 0.3 بار يعني اون سيري يعني راه اي هذه بار يعني بالزيرو ان انفيرسيوها ايكالا ا 8.5 ان شاء الله لا سيونس غتوقف عندنا هنايا لا فورماسيون الجايه ان شاء الله غندير واحد الان نحط واحد لا فيديو كيفاش كنديروا يعني غندير واحد ليكزومبل صغير بستيبسات يعني باللوجيسيال غندير واحد ليكزومبل صغير بستيبسات باللوجيسيال وغنديرو لابيل ديفيرون بلوك الاف بي الاف سي والدي بي ونكزيكوتي واحد لو بي ان ونديرو ستيميلاسيون ديال البروغرام ابخي ان شاء الله غندوزو لا مانتونس ديال لي زابي اي هاد لا مانتونس هادي بزاف الناس طالبينها وهي بالنسبة هي اللي كنحتاجو في الحياة اليومية كوم تكنيسيان دو مانتونس علاش البروغراماسيون اغلبية مكيخدموش فيها لا ديجا لي ماشين كيكونو بروغرامي من عند كونستركتور الوغ ولكن حنا كنحتاجو اننا نكونو اكتيف شويه في لا مانتونونس باش كنشوفو نيتيليزيو لي مويان اللي عندنا ديجا في ستيبسات قدامنا الله يعاونكم ونتمنى ان شاء الله لا فورماسيون تكون في المستوى وفي انتظار لي فيديوهات اللي جايين ان شاء الله اعانكم الله.